السلام عليكم، صباح الخير. اليوم حنجرب، انا في دبي، دائما دبي ما شاء الله، وابو ظبي، الامارات عموما ودبي ابو ظبي خصوصا وشهم حلو علي من السنين، فدائما بيدلعوني ويكرموني باحلى سيارات. فاليوم حيكون لنا ان شاء الله تجربه مع حلم عندي كان موجود قديم، اللي هي البوغاتي فيرون. عندي واحده من اجمل واقوى واسرع السيارات على وجه الارض، يعني بكل افتخار واحد يقدر يقول على الكوكب بالكامل. سارة عريضة، عرضها حوالي 2 متر أو أكثر. هذه الماكينة مكشوفة من ورا بالكامل يا دوب، عشان تسحب كل اللي تقدر تسحبه من الهواء وللتبريد. الجناح قديش باين عرضه، كل ده جناح من هنا من هنا لغاية هنا. هذا مداخل الهواء الماكينة. We have Mr. Schmidt with us. Hello. Hello. هذا الدكتور حق السيارة. Flying doctor. دكتور السيارة بيسافر معاها من كل مكان عشان الصيانة والتلميع واهتمام في السيارة بالكامل. أنا هحاول أختصر شوية معلومات على السيارة هذه. بحس إنه اليوم حكون يمكن مشغول جدا إني أجرب أسوق السيارة على قد ما أقدر أخلوني أسوقها. فاحنا في بارك حياة مارينا هنا. مكان رائع، من أجمل ما يمكن. بس can you hold this please? Just hold it like this. I'll do it with you. Keep it just like this, okay? Okay. سيارة بصراحة من أحلى ما يمكن. أنا عشان أتفضل علينا في العملية السواقة، لأنه بصراحة ما حقدر. ما اعتقد مخي حيكون معايا اني اتكلم او اتفلسف او اقول اي حاجه، حعب كثير. فمن دحين حابب اقول معلومات السياره بالكامل. السياره من 0 ل 100 في ثانيتين ونص، من 0 ل 200 في 7 ثواني و3 من 10، من 0 ل 300 كم في الساعه 16 ثانيه و7 من 10. يعني سياره بكل المقاييس اسطوريه وخارقه، كسرت اي رقم لاي سياره قبل كده في السباقات. من كانت السيارات المشهوره الجروب بي، كانت بورش 959 والفراري ال 40، ديك السيارة كانت 0 ل 200 في حوالي 12 ثانية 13 ثانية، في نفس الوقت هذا تقريبا ازود بثانيتين، هذه تكون قفلت 300 كم في الساعة، ديك السيارة بتقفل 200. السيارة غير انكم نتكلم تتفاخر كل شركة من 0 ل 100 بكم، شركتين في الدنيا اللي شفتهم بصراحة بيتفاخروا من 100 ل 0، يعني القوة كمان انه الفرملة بتكون متناسبة من أداء وأقوى. فالسيارة دي من 0 ل 100 في ثانيتين ونص، من 100 ل 0 من 100 كم في الساعة ل 0 وقوف كامل 2 ثانية و3 من 10، من 400 كم في الساعة سرعة، سرعتها قصة 407، من 400 كم في الساعة ل 0 في 9 ثواني تكون السيارة وقفت بالكامل. طبعا الأرقام هذه خيالية جدا أسطورية، ما حد حيقدر يجربها ويتكلم عنها إلا اللي يكون سايق السيارة. وأعتقد حتى لما نسوق السيارة أو نجرب السيارة حيكون بكل بساطة الكلمات ما بتأدي الغرض، حتخون أرواح التعبير لأنه ما بدي نفس الشعور. تالي أقرب شعور للسيارة دي الواحد بعد ما يجربها يركب الطائرة كونكورد، يركب طائرة حربية، هذا أقرب شيء بعد كده، ما حيركب طائرة ركب عادية. عزم السيارة 1250 نيوتن متر، فهذا يعني كمان برضو على 7 نمرة محطوطة، مصنع جير بوكس مخصوص لها حتى يدوب يستحمل الوزن والعزم ده كله. 16 سلندر 4 توربو، يعني باختصر مفيد بطريقة مؤدبة. شركة فولكس واجن اللي تملك اودي عملوا حاجة مرة ظريفة ما خطرت على بالها حتى، الماكينة على شكل دبليو، أخذوا 4 مكاين فولكس واجن جولف جي تي اي، الماكينة الواحدة 4 سلندر 2000 سي سي 2 لتر توربو، حطوا 4 مكاين في بطن بعض، صارت 16 سلندر، صارت 8 لتر وصارت 4 توربو. 407 كم في الساعة، 736 كيلو واط. طبعا احنا دائما الماكينه تتقاس بكذا شكل، الجيس ودين والنت الاحصنه كيف تتقاس، الاوروبي والامريكي والياباني، كل واحد له طريقه بالقياس، بس اضبط طريقه اللي هي الكيلو واط، الماكينه كم كيلو واط تدي. الكيلو واط حوالي 1.36، يعني 1.36 من الحصان، ف 736 كيلو واط اللي تجي ل 1001 حصان، والواحد حصان قبل ال 1000، يعني 1001 بالملي. فيها 3700 قطعة مجمعة، السيارة دي متكونة من 3700 قطعة تجميع يدوي بالكامل. الماكينة زي ما قلنا 8 لتر، الجير بوكس 7 نمر،
السيارة وزن حوالي 45% قدام 55% من ورا، والفكرة كده انه بده الدركسون وزن خف شوي من قدام بدون ما يخلف ده وزن السيارة. الماكينة جاية طويلة من ورا، حاول اخلوه على السنتر حق ال يعني 3/4 الماكينة جاية قدام الدفرنس الوراني، بحاول اخلوه ميد انجن ماكينة وسطية بحيث انه يدي تماسك اكبر شيء ممكن للسيارة. فعلى حجم الماكينة مرعب بالشكل ده، سيارة عريضة جدا. 45% من قدام بتدي فيها ميزة معينة، 45-50% من وزن السيارة قدام، مع الركاب يصير 50% تقريبا، فبيوزن 50-50 بحيث انه الدركسون يكون وزنه خف شوية في الملفات، يقص الملف اسهل والوزن من ورا يجي يكمل في الرساوة. السيارة على قد انه عملوا مجهودهم يحطوها من اقل وزن المواد اللي عاملينها من الكربون فايبر والالمنيوم، وزن السيارة 1891 كيلو، يعني 1900 كيلو مع الركاب حتخشوا 2 طن. عشان كمية السيفت اللي حطت السيارة زي هذه فيها كمية تكنولوجي ممكن بمنتهى البساطة تعمل مصايب، مصيبة واحدة بس كمية التكنولوجي اللي فيها تخلي الواحد يقدر يسوق سيارة زي دي رايح جاي كل يوم الشغل، يروح البقالة يجيب فيها مقاضي حقته إذا حابب، وفي نفس الوقت لما نحط مثلا نحط رجله في الطريق جدار الصوت 1200 كيلومتر في الساعة على الأرض، هذه تجيب تل جدار السرعة تخترق جدار الصوت في السماء. طبعا الواحد عشان يكسر جدار الصوت 1000 كيلومتر على الطائرات التجارية، إذا وصل لارتفاع أعلى بكثير زي الطائرات الحربية على حوالي 680 على 720 يكون كسر جدار الصوت، كل ما بيعلى يقل السرعة المطلوبة عشان يخترق جدار الصوت. في معلومة جدا مهمة وما تخطر على بال، طبعا يسموها جي فورس. الجي فورس اللي هو مقدار جذب الجاذبية الكرة الأرضية لجسمنا على الأرض. فالسيارة دي على فرملة شديدة بتدي 1.3 من الجاذبية الأرضية، يعني جاذبية الكرة الأرضية و3/10 زيادة الواحد بيتعرض جسمه لها في الملفات القوية أو الفرملة القوية. والجناح الخلفي كمان لما بيشتغل زي الاير بريكس الفرامل الهواء إذا طارت لما تيجي تفرمل في الهبوط بيزودها كمان 0.6، يصير اجمالي 1.9 جي فورس ضعف الجاذبية الأرضية الواحد بعرض جسمه فيها في التسارع الشديد أو الفرملة الشديدة أو الملفات الشديدة في السيارة دي. اليوم حنجرب إن شاء الله السيارة دي، أتمنى إن شاء الله نستمتع فيها، تستمتعوا معايا. وأنا أعتقد بعد السيارة دي لما أركبها اليوم ما حعرف أركب أي سيارة ثانية، عجيني إحباط. شكرا لكم، آسف على الإطالة، شكرا.